كنا نسمع رأي ناقد رياضي الكبير الأستاذ جمال الزهيري. مساء الخير يا أستاذ جمال. مساء الخير، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، سعداء بمشاركتك معانا. حابب تقول ايه في البدايه يا استاذ جمال؟ كلنا طبعا يعني في حاله غضب وحزن ورفض لما حدث، بالتاكيد عايز اعرف وجهه نظر حضرتك. استاذ محمد، يعني طبعا هو اللي حصل ده انا بعتقد ان هو كارثه، مش حكايه الخروج من البطوله او عدم مواصله المشاركه في البطوله، لا، ما سبق هذا الامر من وده اللي انا عايز اركز عليه. سيبك من النواحي الفنيه دلوقتي، انا بتكلم على سلوكيات اتحاد الكره من A to Z، يعني من الف للياء، من ايام كاس عالم روسيا، المخالفات الشديده اللي حصلت في معسكر المنتخب في روسيا، والمولد اللي كان هناك بلا اي مبرر، والتسيب الاداري، الى ان وصلنا الى ما حدث في المعسكر هنا في بطولة الأمم الأفريقية. النهاردة ما بقاش اتحاد الكرة هو رقم واحد. احنا كنا دايما نقول اتحاد الكرة حتى على مستوى الكرة المصرية ليس هو الذي يستطيع أن يفرض رأيه على أحد. اتحاد الكرة لا يستطيع أن يفرض رأيه على المدير الفني وعلى اللاعبين. النهاردة اللاعبة اللي احنا شفناهم في الفترة الأخيرة في أزمة اللاعب عمرو وردة، لما رئيس الاتحاد شخصيا المهندس هاني ابو ريده بصفته المشرف على المنتخب ورئيس الاتحاد يطلع قرار باستبعاد لاعب ايا كان وزنه وايا كان اسمه من المعسكر لاسباب لن نتحدث عنها الان، يعني مش ده الهدف دلوقتي، لكن لما يحصل ان لعيبه يتفقوا مع بعض على انهم يغيروا هذا القرار ويفرضوه على رئيس اتحاد الكوره ورئيس اتحاد الكرة يستجيب، وبعدين خلاص قلنا يستجيب ويفضل في المعسكر اللاعب ويتم اخفائه بقى، يخلوه على جنب، لا، يجي بعد كده اجيري وكأنه اراد ان يختم مشواره وان يختم مشوار اتحاد الكرة بفضيحة ان هو يلاعب هذا اللاعب او يشركه في المباراة الاخيرة اللي خرجنا منها. اللي انا عايز اقوله يا استاذ محمد انه المعادلة داخل اتحاد الكرة مختلة، اللعيبة أقوى من الاتحاد، المدير الفني في تسيب شديد في الناحية. حضرتك بتتكلم عن نواحي انضباطية وإدارية وتنظيمية ليس فقط فنية. أنا على فكرة دي أهم من الكرة، يعني الكرة نقدر نتكلم فيها، ممكن نختلف، ولا أعتقد أن الدولة المصرية غاضبة من خروج المنتخب فقط، لا، أكيد هناك أجهزة تتابع هذه التصرفات وهذه السلوكيات، وفي أخطاء كثيرة، وزي ما قال المهندس محمد فرج عامر أول القصيدة كفر لما يتم التعاقد مع خافيير أجيري وكأنه المدرب الوحيد اللي موجود قدامنا على مستوى العالم، ويبعته حازم إمام يتفاوض في أوروبا مع مدربين ثم يفاجئوه بانهم اختاروا اجيري رغم انه احدى الدول الاسيويه الكبرى، اعتقد اليابان او الصين مش متذكر، عندما علمت بان هذا المدرب مشتبه به، مش هقول متورط، مشتبه به في قضيه تلاعب في المباريات في النتائج، يستبعدوه بعد ما تعاقدوا معاه واحنا نجري ونتعاقد معاه، ولما يسال اتحاد الكره في هذا الامر يرد علينا يقول لنا ده قضية يا عم لسه قدام المحاكم ولما تبقى تحسم. يعني ده في حد ذاته ان انت ترضى بان يكون هناك هذه التجاوزات داخل المنظومة الرياضية. يعني انا عايز افتكر هنا الجملة او الزيارة اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب في تدريبه، قال للعيبة ايه؟ قال لهم انا ما يهمنيش تكسبوا ولا ما تكسبوش، هي ماتشات هتخلص، المهم الصورة اللي احنا هنسيبها ايه بعد كده، اللاعب ده بيعطي مثلا، فما بالك اذا كان اللاعبين بيرتكبوا هذه الاخطاء بعلم اتحاد الكرة، واتحاد الكرة بيرتكب اخطاء اكبر. استاذ محمد برضه عايز اقول لك حاجة، مسألة الجمع اللي هو تضارب المصالح، ان يكون اعضاء مجلس ادارة الاتحاد كلهم بموافقة هاني ابو ريدة ان هو يقول لهم يعني روحوا بقى كل واحد يمسك له برنامجين
اتنين في التلفزيون على اتنين في الراديو ومشوا حالكم، وبعدين يبقى خصم وحكم علما بان هذا الامر تنهى عنه جميع اللوائح والنظم الرياضيه على المستوى العالمي. انا اعلم لان ده اسمه في العالم كله يا استاذ جمال تضارب او تداخل مصالح، بالزبط. اسمه كونفليكت اوف انترست، بس المشكله انه ما يجرمه او يمنعه يفترض ان يكون القانون المصري نفسه، يعني يفترض ان القانون هو اللي يشمل هذه الامور. لا، القانون المصري اكيد يا استاذ محمد يجرم هذا الامر، لكن هي الفكره كلها ان ما حدش بيتقدم بدعوه قضائيه، كله بيقول لك سيب الامور ماشيه. وبعدين انا هفكر حضرتك انه في يوم من الايام كابتن مصطفى يونس لما بدا يشتغل في الاعلام وكان ايامها مدرب المنتخب، خير ما بين امرين، اما انك تبقى مدير فني للمنتخب واما انك تبقى اعلامي، فاختار احد الاختيارين. صحيح. يعني عايز اقول لك هي القصه كلها قصه انضباطيه، واخد بالك؟ واحنا واللي حضرتك بتقوله ده ما بتوزع المهام بشكل فيه عداله وفيه منطق، ده بيعمل تمام. توازن في الوسط نفسه في المجال، ما بقاش خصم وحكم في نفس الوقت. اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا. وبعدين حتى لو انت عندك شركه راعيه، بنشكر الشركات الراعيه على ان هي بتدفع من اموالها لخدمه الرياضه المصريه والكره المصريه، لكن انت كمان كجهه رياضيه ما تاخدش فلوس هذه الشركات الراعيه وتبعزقها على مزاجك في اي حته. مفهوم. يعني هنا اسلوب التصرف في الاموال، ولذلك انا لا يكفيني الاقاله والاستقاله، يعني اقاله. ما الذي يكفيك يا استاذ جمال؟ ما الذي تطالب به؟ انا اطالب بالتحقيق الشفاف والكامل في هذه القضيه، ليست قضيه ان منتخب خرج من بطوله. احنا زي ما بنيجي مثلا في النادي الاهلي بنقول الاهلي لم يحصل على بطوله مثلا. القضيه مش ان الاهلي حصل على بطوله ولا لا، ما الاهلي عنده دولاب مليان بطولات، وانت نفس الحكايه على مستوى منتخب مصر. لكن الاخلاقيات مهمه جدا جدا، وهي اللي بتحقق الانجازات على فكره. لما كان موجود حسن شحاته واتخذ قرار ما تربوي ضد كابتن احمد حسام ميدو، لم يتدخل احد لتغيير القرار، ومن قبله كابتن الجوهري لما اتخذ قرار ضد ابراهيم سعيد وهو من هو كلاعب كوره برضه لم يتدخل احد. فالمساله تحتاج الى اعاده ضبط اولا، وانا عشان كده بقول ليس التغيير في الاسماء. ده بالعكس يا استاذ جمال، ده كلام حضرتك ده بيفكرنا بانه في الوقت ده الراي العام والجماهير والاعلام احترمت وجهتي النظر للكابتن الجوهري رحمه الله، وايضا للكابتن حسن شحاته، ودعمت القرارات دي. بالظبط بالظبط، هو ده اللي انا بكلم حضرتك عليه، ان النهارده الجمهور يقف والاعلام يقف مع الحق ومع الاشياء المحترمه، مش مع ان انا اكسب البطوله بالتزوير مثلا ولا اكسبها بمساعده حكم. لا، اكسب او ما اكسبش دي مساله مقدور عليها وتتعوض، لكن الاقاله التي اصدرها اتحاد الكره للجهاز الفني واستقاله الاتحاد نفسه ليست كافيه، ويجب ان يكون هناك تحقيق شامل. واعتقد ان وزاره الشباب والرياضه شكلت لجان لفحص جميع الاوراق. نحن لا متهمين، نحن لا نريد ان ندين احدا بريئا، ولكننا في الاول وفي الاخر نريد الحقيقه. صحيح. والحقيقه المجرده. صحيح. بشكرك جدا، بشكر حضرتك على المشاركه معنا في هذا الحوار، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري.